معنا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. أستاذ كامل، بداية مرحبا بك. ما هي الأسباب والمبررات التي دفعت الجمهوريين في مجلس النواب إلى عقد جلسات مساءلة بهدف عزل الرئيس جو بايدن؟ يعني هذه معروفة، القصد منها أن يتم تخريب الحملة الانتخابية للرئيس بايدن والديمقراطية، خاصة وأنه هو معلول كثير من القضايا داخليا داخل الحزب وأمام الأمريكان وحتى أمام العالم. هنالك عدم ثقة كاملة بإمكانية أن يفوز بالانتخابات أو حتى أن يكمل فترة رئاسية قادمة، والجمهوريون يحاولون أن يزيدوا من هذا المعلول بكثير من القضايا والاتهامات، ومنها إمكانية العزل، بالإضافة إلى أنه الرئيس السابق ترامب هو يدفع أنصاره داخل الحزب الجمهوري بموضوع العزل لغرض الانتقام، وطبعا حتى يخفف من فرص فوز بايدن عليه إذا تم ترشيحه مرة ثانية وقبل الحزب الجمهوري ترشيح ترامب. هل إلى أي مدى يعني هل تعتقد أن لدى الجمهوريين الفرص لإتمام عزل الرئيس جو بايدن؟ لا، حقيقة كنا نتذكر أنه من اليوم الأول لحكم الرئيس ترامب وهو ينبش بماضي الرئيس بايدن وعائلته داخل أمريكا وخارج أمريكا، بما فيها يعني عين شركات ومؤسسات وعين طواقم دبلوماسية في أوروبا وأوكرانيا إذا تتذكرون، ولم يجدوا ولا دليل واحد على شبهة فساد تتعلق ببايدن وعائلته وبالتحديد ابنه هانتر. وكل الموضوع الآخر أنه حتى هو نفس الرئيس ترامب عين البروسيكيوتر القاضي المتخصص بالبحث عن مخالفات واتهامات تخص ابن بايدن، ولحد الآن هذا القاضي المعين للتحقيق لم يجد إلا ورقة من أحد الدكاكين التي مختصة ببيع الأسلحة تقدم بها بيان بأنه لم يذكر هنتر بايدن بأنه قد تعاطى المخدرات في فترة من فترات حياته. هذا كل الموضوع رغم النبش اللي صار له حوالي 5 سنوات بما فيها محامية الخاص جولياني راح حتى يبحث في مزابل دكاكين الحواسيب اللي كان يستخدمها هنتر ولم يجد حتى دليل، واليوم حتى اكو دعاوى على محامي الرئيس ترامب بسبب يعني اصراره على استهداف ابن الرئيس بايدن. طيب الان الديمقراطيون كيف سيتعاملون مع مساله عزل الرئيس جو بايدن؟ يعني هل تتوقع ثمه استراتيجيات معينه لديهم؟ الاستراتيجيه مثل ما سمعنا نائبه الرئيس امس تقول سنستمر بتنفيذ أعمالنا والتزاماتنا السورية والحكومية، ولا يعنينا هذا الجدل من المتطرفين الجمهوريين لأنه مشاكل أمريكا هي أكبر من هذا الجدل الحزبي، وهي محقة في هذا. وأعتقد حتى كثير من الجمهوريين غير راضين على موضوع استهداف الرئيس بايدن، المشاكل الداخلية الأمريكية كبيرة ومشاكلها الخارجية أخطر. طيب لماذا تزامنت محاكمة دونالد ترامب مع مساءلة جو بايدن؟ هي لم تتزامن، بالعكس هي يعني ترامب ومحاسبته والتحقيق بملفاته يعني باشروا بها من حتى ايام رئاسته، اذا تتذكرون الملفات التي تم فتحها من قبل المحققين في ولاية نيويورك، وبمجرد انتهت الحملة الانتخابية وخسر تم فتح ملفات تتعلق بتدخله بنتائج الانتخابات في جورجيا وولايات أخرى وما زالت قائمة. وموضوع الملفات اللي هي المبصور بالسيكوريتي اللي هي السرية تم أخذها
الى بيته، ها كل هالمواضيع يعني تم التحقيق بها قبل حتى اتهام السيد هنتر بايدن، واضح ومستمره الى الان. واضح سيد كامل الحساني طموح ترامب بالعوده الى البيت الابيض، تعتقد او كيف تنظر الى هذا الطموح؟ تقصد بايدن؟ الرئيس ترامب عفوا. الرئيس ترامب. نعم. الرئيس ترامب نعم عنده طموح، وهنالك الكثير من الانصار اللي وحقيقة كثير من المجانين الذين مخشوشين بالرئيس ترامب، ليس حبا بالجمهوريين ولا بمصالح امريكا بقدر ما انتقاما من بايدن والديمقراطيين الذين فازوا عليهم في الانتخابات الماضيه وبسبب الاوضاع الداخليه، ويتوقعون انه ترامب هو عنده العصا السحريه اللي يقضي بها على الهجره غير الشرعيه وعلى المسائل الخارجيه وعلى تحدي الصين وعلى تحدي روسيا، وهذا كله كلام غير حقيقي. الامريكان وخاصه الجمهوريين كثير منهم مخشوش بالرئيس ترامب، ولكن العقلاء منهم الان هنالك دعوات بالبحث عن بديل الى ترامب والكف عن دعم ترامب الذي سيخسر حتما في اي انتخابات قادمه. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.